Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant-grade recipes you can use in your own home. نعمل مربى الفواكه حسب نظامكم الغذائي نوع الفواكه ممكن مجمدة أو طازجة. أنا عملت المجمدة وعملت الطازجة نفس الشيء على نار متوسطة بنهرس الفواكه وعند بدء الغليان الفرارة بتأخذ المدة تقريبا نحسب لها عند الغليان 15 دقيقة والتوت البري عند الغليان نحسب له 7 دقائق. كل ما طالت مدة الطهي بتبخر الماء وتصبح أكثر سميكة حسب ذوقكم أنتوا بتخلوها على النار مثل ما أنتوا شايفين ولما تبرد تكون سميكة أكثر كمان. هذا مناسبة للسكري والكيتو دايت. لوز محمص 200 جرام وزبدة بحرارة الغرفة 100 جرام وليس بديل الزبدة. بنطحن وبنوضع بديل السكر ستيفيا أو أي نوع بديل سكر أو تحلية حسب نظامكم الغذائي. نوضع قليل من الفانيلا وبنطحن المكونات. يعني مش لازم المكونات تكون مش لازم تكون ناعمة كتير مثل الزبدة مثل هيك لازم تكون يعني فيها شوية خشونة. نوضع أي قالب متوفر عنا مش شرط يعني يكون هذا القالب أي شيء متوفر عنا ممكن بلاستيك مثل هيك نعمل بلاستيك أي شيء. نضعها بالفريزر لمدة ساعة على الأقل. ممكن هيك نعمل الكريمة ممكن نوضع الكريمة ميستيكا هي اختياري ولكن تعمل طعم كتير طيب. نوضع قليل من الميستيكا ونوضع بديل السكر ونطحنهم مع بعض هي اختيار المستكة ولكن تعمل طعم كتير طيب. كريمة 1 كوب كريمة تكون باردة من التلاجة. نخفق الكريمة نوضع بديل السكر. الكمية والنوع التحلية هو اختياري حسب نظامكم الغذائي. نوضع قليل من الفانيلا نوضع المستكة مستكة مثل ما حكينا هي اختياري ومش لازم احنا نبالغ بالخفق يعني اكتر شيء 4 دقائق عشان ما تفصل الكريمة معنا. والتخزين الكريمة دائما تكون بالثلاجة مش لازم تسخن. هيك اخرجناهم من الفريز. بعد ما اخرجناهم من الفريزر نوضع الكريمة ونرجعها على الفريزر بنجمدهم اقل شيء 4 ساعات. أقل شيء بنوضعهم 4 ساعات هيك بنرجعهم للفريزر هيك خرجناهم من الفريزر هيك بعد 4 ساعات بنوضع مربى الفواكه اللي احنا عملناها كتير هي روعة وحتعجبكم كتير إن شاء الله. ممكن احنا نزينها بأي شيء للكيتو دايت أو لنظامكم الغذائي كل شيء موجود عندي بالقناة. شو بدكم وصفات كله موجود بالقناة هي كتير روعة وكتير لذيذة. احنا هيك بنتذوقها كتير هي روعة في امان الله. انتظرونا بوصفة جديدة. اتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كتير لكم. اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.